إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ما هي تأثيرات الأورام على الطفلة الصغيرة التي ما بعد تبلغ، ما عمرها ما بعد تتجاوز البلوغ. طبعا هذه الأورام اللي راح نتكلم عنها موجودة في المبيض. في حال لم يتم علاج الطفلة سريعا، فتأثير هذا الورم يظهر من خلال وجع قوي في المنطقة، وتمثل أيضا بنزيف، كذلك نزيف في المنطقة، نزيف شديد جدا. وكذلك قد ينفجر هذا الورم الموجود في المبيض، ويتطلب العلاج عندها المزيد من الوعي والانتباه للمحافظة على قدرة الفتاة على الإنجاب. لأن لو تم إصابة الورم في المبيض الأيمن وكان المبيض الأيسر يعني سليم، ممكن تنجب طفل. أما إذا كانت الإصابة في المبيضين، فهنا يتوجب استئصال المبيضين، مما يؤدي إلى دخول البنت في سن اليأس المبكر، مما أدى إلى أيضا استئصال الرحم مع المبيضين، مما أدى إلى عدم واستحالية الإنجاب الطفل بسبب استئصال المبيضين والرحم. هذه خطورة الأورام الشديدة والخبيثة، ومن الواجب على الطبيب أخبار الطفلة أو أخبار الأم والوالدين عن ماهية هذا المرض ونوعه بالتفصيل الممل، وطريقة المحافظة على الفتاة وصحتها. ومن الواجب على الوالدين أيضا المحافظة على صحة الطفل، لأنها هذه أمانة في رقبة الوالدين حتى يوم القيامة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.